ولذلك بعضنا أحبابي مسكين يعتقد أنه بار. البر أن تجعل ما بقي من عمرك بعد طاعة ربك لأبويك. باختصار، من أحق الناس يا رسول الله بحسن صحبتي؟ من أحق؟ لاحظ في ناس حقوق، زوجتي لها حق وعيالي لهم حق والضيف له حق والجار له حق. من أصحب يا رسول الله أحق الناس آخر العمر من أقضي معه؟ قال أمك. ثم من؟ أمك. طيب خلاص ثم من؟ أمك. يا حواني يا أخوان، ثلاث طرقات على قلب الإبن: أمك أمك أمك، ثم أبوك. أبوك يمكن يلقى غير أمك، وقد يتزوج غير أمك، لكن أمك ما تلقى اللنت، ما تريد اللنت. وإياك تقول أخواني ما قصروا. من اللي يرضى أخوانه يدخلون الجنة وهو يدخل عنهم النار؟ من اللي راضي يدخل النار عن أخوانه؟ أخوانك ما قصروا، وأخوانكم الذين دعوك للبر أم ربك. ولذلك أحبابي واقع بعضنا، من منا آخر الشهر يجيب الراتب يقول خذي يم اللي تبين واتركي ما لا تبين؟ ومن اللي منا أحبابي بنى بيت أبوه قبل ما يبني بيته هو؟ قبل ما أبني لعيالي بيت أبني لأمي بيت وأبوي بيت. وهذا هو البر. أطمن أؤمن مستقبلي، مستقبلنا الحقيقي ليس عند أبنائنا، عند أمهاتنا وآبائنا، هذا المستقبل الحقيقي. ترى يوم انقلبت عندنا الموازين تسلطوا علينا العيال بالعقوق. ولذلك بعض الشيبان شيبة في لحيته، مهوب من السنين من هم العيال ولا لا؟ ما هو من هم الأمهات والآباء، ما في واحد شيبت لحيته أبوه وأمه، بل اللي شيبوه العيال والزوجات. ما تروح وتعدل الموازين من جديد وترتب الأولويات؟ أمك 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 أبوك، ثم يجون العالم عقبهم كلهم. لكن والله لو تقدم على أمك واحد، أمك في المرتبة الأولى، وأمك في المرتبة الثانية، وأمك في المرتبة الثالثة، وأبوك في المرتبة الرابعة، ثم الناس يجون بعدها. لما اختلت التوازن اختلت السعادة في الحياة، اختلت السعادة في الحياة. شاب سعودي في مدينة الرياض أصيب والده بجلطات متتالية ففقد كل الحواس، ثم نقل بعد علاج طويل إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية اللي على طريق القصيم. فقالوا لهم هذا الإقامة سيكون هنا مدى العمر، ما جلس ما دامت الروح فيه بيقعد عندنا لن يموت. وروحوا أيها الأبناء، أحد أبنائه قال اتركوا أبوي عندكم، أبوي ما مات لا زال حي. قالوا لكنه لا يشعر بالناس، ونحن نقلبه على السرير حتى لا يأكل السرير ظهره حتى يتوقف نفسه، ونغطيه ونعطيكم إياه تكبرونه وتصلون عليه. قال أبوي هذا نهاية صحبته ونهاية رفقته، والله أني لا رافق أبوي لين أموت أنا ولا يموت هو. فجلس مع أبيه، كان طالب في جامعة الملك سعود في المستوى الثاني، فقدم اعتذار وكان له راتب بسيط ينزل فاكتفى به. ورافق والده 14 سنة يقلب والده على السرير وابوه ما يدري عنه، يقول اخدم ابوي وطعم ابوي، اطعمه باللي حليب في اللي مع انفه واقلبه على السرير وهو ما يشعر، انما اعالجه بقلبي. كل ما حسيت وده انه ينقلب قلبته، وكل ما اتقلبته قعدت عند رجليه همزه. 14 سنة وقيل 12 سنة حتى خرجت روح الأبي فحمله إلى مقبرة النسيم ورحل والده. كان يبكي مع أنه لزم والده وصحبه شبابه، دخل شاب عمره 20 وطلع عمره 34 سنة. نعم أيها الأحباب، هذا وهو صحبه وهو لا يشعر به، كيف ونحن هم يشعرون بنا؟ ولذلك أحبابي صحبة الأبوين عبادة، ومن شروط العبادة الإخلاص، وإياك أن تصحبهما حتى يثنى عليك. بيض الله وجه محمد ما قصر، تركوا أخوانه تركوا أبوه وأمه وهو ما قصر، عطاهم بنى لهم. إياك أن تطلب من الخلق جزاء لبرك، فبرك جزاؤه من ربك، فأخلص النية.